السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من داخل جاليري منزلي خلينا نشوف ونستعرض معاكم مجموعة من كريستالات اللي موجودة ومتوفرة عندنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية. معنا تشكيلة كبيرة جدا ما شاء الله، وأنواع مباخر وكتير من المنتجات اللي كل عروسة بتحتاجها في بيتها. وكمان عندنا أطقم شمعدان زي ما انتم شايفين كده، تشكيل ما شاء الله اللهم بارك. هنشوف مع بعض وهنستعرض معاكم أشكال كريستالات بأسعار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معانا الشكل زي ما انتم شايفين كده، شكل الدب ده، القطعة الكريستال دي سعرها في معرض منزلي للأدوات المنزلية ب 75 جنيه، الشحن متاح لجميع محافظات الجمهورية. كمان عندنا الكريستالة دي نفس الكلام، 75 جنيه متاحة ومتوفرة عندنا بأمر الله تعالى. أشكال الكريستالات دي ما شاء الله جميلة جدا، برضو نفس الكلام، البجعة دي 75 جنيه، كمان الدب ده ب 75 جنيه متوفر عندنا بامر الله تعالى. زي ما انتم شايفين كده تشكيله في منتهى الجمال والروعه، برضو 75 جنيه، متاح منها اكتر من موديل. زي ما انتم شايفين كده اشكال جديده وجميله في معرض منزلي للادوات المنزليه، الشحن متاح لجميع محافظات الجمهوريه. احتجت اطقم سيراميك جرانيت تيفال، كله متوفر ومتاح عندنا، من الابره للصاروخ متوفر في معرض منزلي للادوات المنزليه. القطعه دي 75 جنيه برضو ما شاء الله جميله جدا. البراد بالابريك ده ب 110، ده ب 110 جنيه موجود عندنا بامر الله. برضه موجوده الكريستاله دي بسعر 75 جنيه، 75 جنيه برضه. كل الاشكال اللي انتم شايفينها دي ب 75 جنيه متوفره ومتاحه عندنا بامر الله تعالى. منتجات معرض منزلي للادوات المنزليه ما بتنتهيش، مجموعه كبيره من الكريستالات اللي موجوده بافضل الاسعار ما شاء الله لا قوه الا بالله. كمان عندنا اشكال صبارات زي ما انتم شايفين كده، اي قطعه بسعر حصري ب 150 جنيه في معرض منزلي للادوات المنزليه، كله ده مستورد يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، بشغل مش مصري. الشغل ده ب 150 جنيه متاح عندنا اشكال كتيره ما شاء الله اللهم بارك، موجوده ومتوفره عندنا بامر الله تعالى. باقي اشكال الصبارات زي ما هو واضح معانا كده، اي قطعه من دي ب 150 جنيه، والشحن متاح لجميع محافظات الجمهوريه. لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس وتابعوا معنا كل جديد في معرض منزلي للأدوات المنزلية. عنواننا المنيا ملاوي، شارع 26 يوليو، معرض يحيى الفحار للأدوات المنزلية. وكمان عندنا صفحة على الفيسبوك وهي صفحة معرض منزلي للأدوات المنزلية الحديثة. صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.